المبادرة دي كل الشباب اللي شغالين فيها فقط بيهدفوا لدعم المجتمع السكندري بس؟ يعني انتوا شغالين في نطاق اسكندرية ولا في نطاق المحافظات اللي حواليكم، ولا انتوا بتعملوا ايه؟ هو احنا كان المرحله الاولى بتاعتي ان انا هدرب 2000 متطوع في اسكندريه، لان اسكندريه زي ما حضرتك عارفه برضك فيها ازمه كده كبيره شويه اللي هي ازمه التغيرات المناخيه. فاسكندريه عندنا من ضمن المحافظات المهدده بالكوارث. فبدانا نفكر احنا هندربهم على مجال التطوع في الاول، وبعديها هندربهم على مجال ان احنا لا قدر الله حصل اي ازمه او كارثه نبقى احنا في اسكندريه في شباب مستعدين لمساعده الاجهزه التنفيذيه. بس لما بدانا نشتغل على الموضوع ده او بدانا نفكر في الموضوع ده وبدانا ان احنا ننزله بقى على الانترنت وعلى السوشيال ميديا وكده، بدا يجي لنا تفاعل من محافظات ثانيه ان الناس حابه ان يتعمل لهم تدريبات في الموضوع ده، او ان هم ياخدوا باكج التدريب بتاعنا ويبداوا ان هم يدربوا الشباب عندهم المتطوعين عندهم على الموضوع ده. وان شاء الله احنا يعني انا هدفي في اسكندريه، يعني هي تعتبر صدقه علم، فهدفي في اسكندريه 2000 متطوع. بس والله يعني لو وصل لمليون متطوع في مصر فاحنا يعني حلم كبير بنحلمه ان كل الناس تبقى متطوعه. طبعا يا استاذ رامي. طيب طبيعه المجالات اللي بيشارك فيها الشباب بالعمل التطوعي ايه في محافظه الاسكندريه؟ وهل العدد بدا يرجع تاني زي ما انت كنت بتقول ان احنا لقينا ان في تراجع العام الماضي لكن بدانا نزود العدد؟ كان مهم نعرف ايه سبب التراجع عشان نشتغل عليه وبالتالي تزيد القاعدة الشعبية من الشباب المتطوعين أو اللي بيشتغلوا في العمل التطوعي بشكل عام. تمام يا فندم. احنا لما بدأنا نشتغل في موضوع التدريب احنا بدأنا المجموعة الأولى كانوا 50 فرد. يعني مجرد ما خلصنا بدأوا الناس يشوفوا صور أول 50 فرد، احنا سجل معانا 100 شاب وفتاة تانيين عشان يبدأوا المرحلة التانية معانا اللي هنبدأها في شهر فبراير. فمعنى كده إن في 150 متطوع زادوا جداد. تمام. طيب انا لو فكرت بقى في المجالات اللي بنشتغل فيها في اسكندريه، انا كرامي او المجموعه اللي هي كانت بتتطوع معايا في المبادرات اللي احنا بنعملها، احنا اشتغلنا على اهميه المشاركه في الانتخابات وحشدنا اكتر ب 150,000 شخص وجهناهم ان هم يشاركوا في انتخابات الرئاسه السابقه. احنا اشتغلنا مع الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، واحنا اللي كنا موجودين معاهم في شاطئ المكفوفين، وكنا موجودين معاهم في انشطه ليالي الاكراميات اللي نزلت خلال السنين السابقه. اشتغلنا مع وزاره الصحه ايام كورونا، وكنا اول ناس عملنا تسجيل على منصة وزارة الصحة لأهمية التسجيل باللقاح. اشتغلنا مع مديرية الشؤون البيئية، وكنا موجودين مع معالي وزارة البيئة في يوم البيئة العالمي السنة اللي فاتت في الاحتفالية اتعملت في الشواطئ، وعملنا أكثر من 10 حملات تنظيف لشواطئ اسكندرية. بجانب إن احنا بقى بنشتغل طبعًا على الأنشطة اللي هي الخيرية، الأغذية، الشرب، العمليات، الحاجات دي. بجانب إن احنا عندنا في اسكندرية جروبات الواتساب، معرفش هي موجودة في باقي المحافظات ولا لأ، بس احنا يعني معانا ناس في اسكندرية بتشتغل على جروبات الواتساب دي مع معالي محافظ. يعني الحمد لله يعني نفق الدولة، تكافل وكرامة، خدمات إنسانية، صرف مشاكل كهرباء، الحاجات دي كلها بيحلوها في اسكندرية. فاحنا عندنا المجتمع المدني في اسكندرية اليومين دول في طفرة كبيرة. طبعا ده يعني ايه بفضل الدعم اللي احنا لاقينه، يعني لاقيين دعم كبير. نتمنى انها تستمر، ونتمنى ان يكون في نتاج اكبر للمجهود اللي انتوا بتبذلوه.